FM. الكل مليك. وثيقة كابتاج واحد كانت أساسا لعزل غيب السيد. أما ما كانش فماش لا وحدة وطنية. واثنين لعزل يوسف الشاهد. واثنين جعلت الآن لعزل يوسف الشاهد. بكل بساطة. معناها عملنا معناها ثورة أو انتفاضة أو سميها ما شئت. ثلاثة سنوات باش كتبنا الدستور معناها يعلم ربي قداش تكلف علينا. وصل حتى الاختيارات السياسية. ثم توا عندنا أربع سنوات وحنا قاعدين معناها نواصلوا في الانتقال الديمقراطي. وفي الأخر بكل باش معناها مركز السلطة مركز السيادة الأصلي اللي تم عليه الانتخاب يتحول إلى لجنة خبراء معينة من شعب ما عندش شكون هي اللي تقرر معناها أن الحكومة هذه نجحت أو فشلت. مع العلم أنه احنا في حركة مشروع تونس كانت عندنا معناها تقييم سلبي لعمل الحكومة منذ أربع أشهر وخرجنا من وثيقة كارتاج لهذه الأسباب لأنه اكتشفنا أو أنه تأكدنا أنه زايد البقاء في كارتاج. دونك كل هذا كل واش باش في الاخر بكل معناها نشوفوا ان العمليه اساسا وبانت بالكاشف البارح انه العمليه هي راس يوسف الشاهد. كاتا فان الكلمه ليك.